سلام عليكم. المرتبات ومصاريف المعيشة في ألمانيا. بصوا يا جماعة، قبل ما أخش في موضوع الفيديو ده هنتكلم بس في حاجة. القناة هقسم الفيديوهات فيها، هنزل فيديوهين في الأسبوع، فيديو اللي هو الفلوج العادي بتاع الحياة في ألمانيا والواحد بيعمل إيه وأوريكم حبة حاجات في ألمانيا، والفلوج التاني هيبقى فيديو عادي عن أسئلتكم أو الاستفسارات اللي أنتوا بتقولوها يعني، وأنا برد عليها يعني. تمام، نخش بقى في أول حاجة، المصاريف المعيشة والمرتبات. في حد سأل أو كذا حد سأل إن أنا لو جيت ألمانيا أنا قلقان من المصاريف، الدنيا ممكن تبقى غالية وأنا هبقى بدرس مثلا، أو أنا ممكن جاي ومش عارف الدنيا ماشية إزاي، وهل هعرف أحوش ولا معرفش. مع موضوع اللي أنت تحوش أو ما تحوش دي يعني بتختلف من كل شخص للتاني. أنا اللي عليا ممكن أقول لك المصاريف عاملة إزاي أو المرتبات عاملة إزاي، وأنت تحسبها مع نفسك أو أنت تشوف أنت بتصرف إزاي. اول حاجه بمناسبه المرتبات، في ثلاث انواع من المرتبات او الشغل في المانيا: ميني جوب، تايلت سايت، فول سايت. الميني جوب بيبقى مش اكتر من 450 يورو، عشان ما بيتاخدش منك ولا ضرائب ولا تامين ولا الحاجات دي كلها. الشغل ده بيبقى من 50 ل 60 ساعه في الاسبوع، او يمكن اقل لو انت بتشتغل شغلانه عدد التكلفه بتاعت الساعه بتاعتها عاليه. اما العادي زي بياع مثلا في محل واقف على الكاسة اللي هو زي كاشير كده، او اللي انت مثلا شغال في برجر كينج في ماكدونالدز في الحاجات دي كلها، دي بتبقى الساعة بتاعتها في حدود 9 يورو، بيبقى من 50 ل 55 ساعة في الاسبوع في الشهر، من 50 ل 55 ساعة في الشهر، فدي بيبقى في حدود 400 450 يورو. تمام، الشغل التايلت سايت اللي هو الجزء الثاني بيبقى في الشهر بتشتغل من 80 ساعة ل 120 ساعة، ممكن 120 او ممكن 100، ممكن 80، ممكن 90، بتختلف. فدي بتبقى مثلا مرتبها ممكن يوصل لك مرتبك 1000 يورو، بس لما يجي يخصم والحاجات دي كلها، لو بتشتغل الشغلانات العادية اللي هي 9 يورو في الساعة، ممكن توصل ل 700 يورو 800 يورو كده. تمام، الفول سايت جوب ده اللي انت بتشتغل فيه 160 ساعة في الشهر، ده المرتب بتاعه برضه. لو انت مثلا بتشتغل في الحاجات العادية اللي انا قلت لك مثلا 9 يورو في الساعة، ممكن توصلك 1100 1200، انت وطريقة الشغل اللي انت هتشتغلها او المكان اللي انت هتشتغل فيه. في ناس بقى بتوصل ل 2000 يورو صافي، في ناس بتبقى 1500 صافي، في ناس 1200 صافي، 1300 صافي، 2000 وحاجة صافي. دي بتختلف من شغلانه لشغلانه. في شغلانه بيبقى مريحه او حاجات كده لو انت معكش شهاده يعني، او انت مش دارس في المانيا، وفي فرق لو انت شغال مثلا او عملت اوز بيلدنج او كده، طبعا الدنيا بتزيد، او انت دارس حاجه معينه وجاي تشتغل بشهادتك او بحاجه معينه هنا، برضو المرتب بيزيد، او تشتغل حاجه بدنيه فبرضو الساعه بتاعتها بتبقى غاليه. نخش بقى في المصاريف بتاعت المعيشه. كده احنا حددنا الثلاث انواع بتاعت المرتبات، وقلت لك من 400 450 يورو ده اللي ما فيهوش ضرايب، التاني اللي فيه ضرايب اللي هو من 80 ساعه ل 120 ساعه، اتفقنا. قلت لك ممكن في حدود 1000، من 1100 لغايه من 800 ل 1100 او 750 ل 1100 ممكن تاخدهم. الشغل الاخير اللي هو الفول سايت اللي هو الشغل الكامل، من 1300 1400 لغايه وانت طالع بقى على حسب الشغلانه اللي بتشتغل. المصاريف، المصاريف لو انت جاي تبع دراسه او كده، ممكن تخش سكن الجامعة او كده في حدود 200 250 يورو يعني، او ممكن انت تشوف سكن خارجي او مع ناس، ممكن برضو من حدود 200 ل 300 يورو في السكن لو انت قاعد في غرفة يعني، في غرفة في شقة مع ناس، او لو انت حتى جاي لوحدك وبتدور على الشغل. اما لو هتاخد شقة لوحدك فممكن من 400 ل 600 يورو، في اعلى كمان، بس المتوسط بيبقى في الحدود دي لو في مدينة معقولة، لكن لو مدينة كبيرة الاسعار بتزيد لو انت قاعد لوحدك. بجانب بقى لو في كهرباء او ميه او كده بتبقى في حدود من 100 ل 150 يورو بجانب الايجار. اما لو انت تبع سكن الجامعه او كده او ساكن مع ناس، بتبقى كلها ببعضيها 250 200 300 في الحدود برضه دي، على حسب السكن عامل ازاي. المصاريف الثانيه بتاعت الاكل والشرب ليك لوحدك من 200 يورو تقريبا في الحدود دي، يزيد اقل يقل اقل حاجات بسيطه يعني، هيخليك تاكل وتبقى بتاكل وتشرب وبتعمل كل اللي انت نفسك فيه كأكل وشرب وبالزيادة يعني، هيكفيك بالزيادة لو انت فرد لوحدك. دي النقطة بتاعة الأكل.
نيجي بقى لو انت جاي مع اسره او كده الدنيا بتزيد شويه، ممكن مصاريفكم انتوا لو انت وزوجتك مثلا تخش لك في 400 يورو اكل وشرب، لو انت معاك اطفال ممكن داخله في 600 يورو، بتختلف طبعا لو انت لوحدك او معاك لو انت وزوجتك او معاك اطفال، طبعا السكن بيبقى لوحدك فممكن تسكن في حاجه ب 500 600 يورو، فالحياه برضو بتختلف من مدينه لمدينه، بس دي الكلام اللي انا بكلمكم فيه ده المتوسط بتاع كل حاجه، لو زاد هيزيد مثلا 50 يورو حاجات كده، او لو اقل ممكن برضو في الحدود دي. فدي الموضوع كله بتاع الزياده والنقصان في موضوع مصاريف المعيشه والمرتبات. نيجي بقى انت هتعرف تحوش ولا لا. مثلا انت دلوقتي مثلا بتاخد 1200 يورو مثلا او 1300 يورو، ده وانت ساكن مثلا لوحدك، دفعت 400 يورو 500 يورو سكن، اكلت ب 200 يورو، هيتفضل لك مثلا في حدود 500 600 يورو ممكن تحوشهم. في ناس تاني تسكن تروح تقول لك لا انا اسكن مع ناس وادفع 300 يورو اكل ب 200 يورو، احوش 1000 احوش 800 يورو 700 يورو 900 يورو، لو مرتبك اعلى من كده وداخل في 1000 ونص 2000 ممكن تحوش 1000 يورو. فموضوع اللي انت تحوش او ما تحوش الموضوع مختلف، فاهم؟ اللي هو ما فيش فرد هيقدر يقول لك انت هتعرف تحوش او لا، دي كلها بترجع لمصاريفك انت. الموضوع انت لو بيخش لك 1000 يورو بتعرف توفر هتعرف تحوش، لو مش خش لك 2000 يورو ما بتعرفش توفر او بتصرف كتير مش هتحوش حاجه. بجانب بقى المصاريف التانية لو انت عايز تجيب لبس او عايز تجيب كده، دي حاجات مش هنخش لها، دي برضو كل واحد ومتطلباته. يعني في نقطة تانية كنت عايز اتكلم فيها بخصوص الشغل، في حاجة الشغل الاسود. لو انت اتقفشت شغال اسود زي الاسطورة اللي في مصر عادل شكل لما بيقولك لو قفشوك هيركبوك قطر ستة الا تلت، اللي هو ايه، هيركبوك المرجحة وهتتظبط، يعني ممكن بقى غرامة ممكن ترحيل، بس الترحيل بيبقى قليل او نسبته قليله، بس الغرامه بتبقى كده، الا لو انت جاي اسود اصلا وقفشوك اسود وبتشتغل اسود فالموضوع الدنيا بتبقى زياده شويه. اما موضوع في ناس تانية مثلا طلبه بيشتغل او غير الطلبه مثلا يقول لك انا هكتب لك عقدك ب 200 يورو على الورق عشان يهرب من الضرائب، بس انا هديك مثلا اتفق معاك على 1000 ونص او 1000 او 2000 او وات ايفر، هو هيديك قد ايه، هو هيتفق معاك على ايه، وبيديك دي في العقد يحوله لك على الكونتو او الحساب بتاعك والباقي يديه لك في ايدك. ففي انواع كتير، ممكن يبقى انت مسموح لك كطالب مثلا شغل ميني جوب بس او 90 ساعه في الشهر بس او الحاجات دي كلها، بس هو يقول لك خلاص انا هشغلك شغل كامل بس هديك 200 300 يورو في ايدك زي ما مكتوب على الورق او زي ما متاح لك او الرسمي ليك، والباقي هديهم لك في ايدك او كده يعني. فده برضه شغل موجود بس خد حذرك منه جامد يعني. في ناس بتشتغلها كتير، في ناس ربنا بيسترها معاها، في ناس بتتقفش الله اعلم، بس يعني هنا في المانيا القانون بالذات في موضوع الضرايب كده يعني بيركبوك المرجحه بسرعه لو قفشوك يعني. بس فان شاء الله في فيديو تاني قريب هعمله لكم عشان اسعار الحاجات في المانيا يعني، هنا هوريكم في محل عربي هنروح فيه واصور لكم الفلوج اللي جاي، اوريكم الاسعار واوريكم في فول هنا وفي طعميه هنا وفي حلاوه وفي حاجات كده مصري وفي فول مدمس مصري هوريه لكم، فهوريكم كذا حاجه كده ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وظبطت الدنيا وهنزل اصوره قريب فهوريكم الاسعار بتاعته واوريكم كل حاجه واوريكم الاكل واسعار السلع الاستهلاكيه في المانيا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، والكلام اللي كله عارفه ده. بس واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام.